المناطق الحساسة وتفتيح البشرة تاع الوجه. وهذا الماسك ماهوش ما فيهش مكونات بزاف، اللي عجبني فيه انه فيه غير زوز مكونات، الارز والجزر. ممكن تشوفوا معايا طريقة التحضير. اول حاجة ديما نقول اللي ماسك او جميع الخلطات الطبيعية راح تاخذ معانا وقت باش تشوفوا النتيجة المطلوبة. اذا واش ننصحكم انكم تستمروا وتداوموا على هذه الخلطات لوقت معين، 6 اشهر او يعني في روتيناتكم اليوميه، وكانهم جزء من حياتكم، خاصه وانه خاص بالبشره بالوجه. الوجه هو اللي نقابلوا به، اغسل الوجه يكون نقي، ما تدري شكون تلقى به. وهذا الماسك مليح بزاف بزاف، وحتى الناس اللي يقول لك نقعد ما نخدمش، عفوا خدامه وما نقعدش وما عنديش الوقت خلاص، يعني انت تحضري في البرمه تاعك تاع العشاء وتكون فيها مثلا الجزر، ديري جزره زايده وربيها، حطي فيها شويه ماء وخليها على جهه. من بعد ما تكملي البرمه تاعك وزيدي شويه تاع ماء، حطي فيه شويه تاع عرس وخليه يطيب، وديري ماسك وانتي واقفه في المطبخ. يعني ما في حتى تعقيدات غير الروز والماء تاع الجزر. كما تعرفوا الجزر فيه فوائد كثيره كثيره وعظيمه، لازم نستفادوا منها وندخلوها في روتيناتنا اليوميه. نبداو على بركه الله ولا مازال؟ ما نطولش عليكم. راح ناخذ انا هنايا الجزر، حكيت جزره هنا، حكيت جزرة من قبل درتها صباح وخليتها باش تطلق مليح، يعني باش نستخلص منها كل الفيتامينات وكل المواد اللي فيها. دوك واش راح ندير؟ راح نربيها. نجيب كاس ونربي فيه، عفوا راح نصفيها. يعني طريقة سهلة بزاف، أي واحد يديرها، خاصة السيدات اللي فوق 50 و60 و70، يعني يوم البشرة تاعهم وما يشوفوش يشوفوا هذيك التجاعيد اللي في البشرة. ديروا هذا الماسك وداوموا عليه يوميا إذا أردتي أن النتيجة تكون فعالة. ديريه يوميا، والناس اللي ما فيهاش تجاعيد تقدر ديريها مرتين في السمانة. حاجة سهلة ماهيش واعرة، برك البشرة تحب الاهتمام. ننصحكم ايضا بشرب الماء بكثرة، وديروا العصائر تاع الخضر، عصير تاع الكرفس مع النعناع والليمون مليح بزاف. العصائر ديما خلطوا فيها النعناع، يعطينا هذيك الحيوية والنظرة للبشرة تاعنا. يعني نستخلص منها كل العصير. كاين بعض الماسكات فيها شوية تعقيدات وفيها مكونات بزاف، بصح فيها الإفادة. نستعمل عندي ماسكات نحط فيها بذور الكتان، حطهم يتغلاو مع الارز او مع لبان ذكر واش عندك. ومن بعد نزيد نضيف لهم شويه تاع ملعقه من النشا، نضيف لهم حوايج بزاف الزيوت. عندي الزيت تاع نواط كوكو، الزيت تاع جلجلان، نخلطهم كامل بالبلاميكسر حتى نتحصل على هلا وهلا. ومالونغا، هاو ار يو؟
Thank you very much. Malonga. Malonga. Hi. Hello, in my channel. I am not speaking English good. Good, me. خلطها العرب. مرحبا بك مالونغا وشرفتيني بزيارتك وان شاء الله يا ربي انا مش نطلب لك ان شاء الله يا ربي برك تدخلي في الاسلام وتموتي على شهاده ونرحبوا بك معنا في الجنه. هلاو ماي فريند ماي سيستر ماي سيستر. ماسك بلونغ this mask for والله يا معلومة ما عرفت شو نتصل لك. هذا ماسك ضد التجاعيد انتي غيد. هلا ومرحبا بك، مرحبا بك وشرفتينا بالزيارة تاعك، يعني أنت صديقة مخلصة ووفية، you are my friend good. Thank you so much. Hello, my friend, my sister. Where are you? How are you? من بعد ما صفيته راح نحطه على جنب، يعني نحطه بجهة، وراح أعمل أغلي الرز مع شوية أو قليل من الماء ونغليه مليح حتى يصبح الأرز يكون طايب بزاف. هلاو هلاو thank you very much for راحت لي سارة for القلوب. هذا هو اللي تاع الجزر. راح نجيب كسرونة ونحط فيها قليل من الماء. عندي نصف كأس من الماء راح نفرغ عليه هذا الأرز، 2 ملاعق صغار ما يعادل ملعقة كبيرة من الرز الأبيض. بهذه الطريقة راح نحطه يتغلى. مالونغا you are here. حطو يتغلى أنا أبدو بحالة جيدة حتى ولم تقل أي شيء فأنا أشاهد الفيديو بهدوء. Thank you, thank you very much. Thank you, thank you my sister Malonga.
مالونجا اي لاف يو، قلت لك حتى انا نشوف الطيبه تاعهم، قلت لك حتى وما نفهم حد شيء انا ابدو بحاله جيده، ربي يدوم عليك هذه الحاله تاعك الجيده، وان شاء الله يا ربي تدخلي في الاسلام يا مالونجا صديقتي، حتى ولو تقول اي شيء فانا اشاهد في دبي هدوء. شكرا لك. دقيقه واحده. Malonga, this, like this, جزر جزر حكيته مليح هكا لغط حطيته هنا. Good, good. I am very happy, my sister Malonga. راني في الوقت هذا راني حطيت الأرز حطيته في الماء يتغلى. Look this هذا الأرز حطيته في الماء يتغلى، حطيت ملعقة كبيرة من الرز الأبيض، حطيته مع نصف كاس تاع الماء ونخليه يطيب مليح مليح حتى نشوفوها تقريبا يولي عجين حتى يعجن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على آل إبراهيم وبارك على آل إبراهيم يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نتمنى أنكم تكونوا بخير. مالونجا أنت صديقة وفية. أهلا وسهلا. شوفوا شوفوا شكون اللي جاتني العزيزة الغالية. قناة متنوعة، أنا ذوك سميتك متنوعة، اسمك بزاف مليح متنوعة. اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا لك على هذا الحضور المشرق الطيب المليء بالسعادة والتي تتناثر فوق رأسي، وأنا جد سعيدة سعيدة جدا بهذا الحضور الرائع. متنوعة يا عمري، من البارح وأنا نستنى في المباشر نتاعك. البارح صدقيني والله ما قعدت، ما كنتش هنا في الدار وعاولت ندير من وراء المغرب. جاتني جارتي قبل المغرب بشوي، جات جارتي تشغل معايا شوية، روحت قريب قبل ذات العشاء، روحت وزاد قالت لي هاي نروحوا عند الجاره الاخرى نباركوا لها. زدنا رحنا الجاره تسكن في الريتشوسي، رحنا عندها باركنا لها. نقول لك عقده رحنا متنوعه، ما تضحكيش عليا، رحنا لها على العشرة، على العشرة الجاره قالت لي خلي نطيب لها ونروحوا عندها، رحنا لها على العشرة. المهم لقيناها مرقدين ودناها مرقيف. لا اله الا الله محمد رسول الله. واش راكي متنوعه؟ لاباس عليك؟ صحه لاباس. مالونجا وير ار يو؟ هلو مالونجا.
السلام عليكم. اسمحوا لي بقى قطعت الصوت. ما لونغ اند متنوعة ماي سيستر. قلت لك متنوعة، راح ندير ماسك تاع التجاعيد وتفتيح كل المناطق الحساسة وتفتيح للجسم كامل ككل. واش درت انا يا متنوعه اختي العزيزه الغاليه؟ حكمت ربيت جزره وحطيت فيها شويه الماء باش تطلق لي هذا الروز. هذا خديت منه ملعقه كبيره مع نص كاس تاع ماء وخليت يتغلى باش نحضروا مع بعضنا هذا الماسك المفيد. والجزر نعرفوا باللي فوائد تاعو بزاف مفيده للجسم والبشره. يعني كنا كل صبحه تفطري بالعصير تاع الجزر راح جسمك كامل راح يتغير اللون، البشره نظيره صافيه جذابه، تجاعيد قليله، تولي لك بشره ما شاء الله. وين رحتي متنوعه؟ سمحي لي يا اختي متنوعه، والله ما راني نشوف الرسائل ساعه ساعه، يبقى لي غير الرساله الاولى اللي بعثتي لي وهذه ما قاعدهش نشوفها. قلتي لي نستنى في البث المباشر. بصحتكم مع الجيران ما شاء الله الحمد لله. ما لونغ ثانك يو سو ماتش. متنوعه الحمد لله، رانا كيما حب ربي الحمد لله. الا ما يجي نهار اختي متنوعه ويفرج عليك ربي. هذه هي كوريا، انا اشاهد الفيديو الخاص بك من بعيد. ثانكس مالونغا. سمحي لي اختي المتنوعه، والله ما كنت نشوف التعليقات تاعك، ما فهمتش الهاتف هذا ساعه ساعه يخبي لي تعليقات. المهم شكرا لك. هاي مالونغا، هاي اختي المتنوعه، اذا كان راكي معايا بعثي لي تعليق. رزان هاك تحفظي
يا مالوغا يا اختي يا العزيزة يا الغالية، واش نتمنى لك انك تدخلي في الاسلام ونتلاقى انا وياك في الجنة ان شاء الله يا ربي. هذا واش نطلب من ربي سبحانه، انه مالوغا تدخل في الاسلام يا ربي يا الحنين يا العزيز يا الغالي يا رب يا رب العالي. متنوعة يا أم رزان وين رحتي؟ بالك الريز وعن بالك النت اليامات هذه يوم العيد وروح جاي وهو ضعيف خلاص، كي ندير هاك بث مباشر والله راني معاك. اللهم آمين، الله يسهل لها، اللهم آمين. والله ما لونجا هذه متنوعة غير صديقة وفية، يعني من العام اللي فات وهي معايا تدخل لي اللايفات، بالك كون لاحظتيها في التعليقات تدخل لي الفيديوهات تاعي كامل في التعليقات تاعها، عام يجراو في ورا القطط وتدخل في الإسلام إن شاء الله يا ربي. والله ندعي لها، يعني كل واحد فيه ذرة إيمان ما جيتوش نهضر عليهم هذا الكفار، إن شاء الله يا ربي فيه ذرة إيمان أنه يدخل في الإسلام ويحرر نفسه، يحرر نفسه وينال الجنة. مين هي؟ من كوريا، من كوريا الجنوبية، أو كي تدخلي قناتها تلقاي في الوصف تاع القناة تلقاها من كوريا. وش راهم ميزان جهة تاعك متنوعة لاباس عليهم؟ وش راك انتي خفت عليك؟ وش عندك ولا مازال؟ الصدمة في الأول راح تجي قاوية وتجي عنيفة، بس ربي سبحانه كل يوم يعدي راح تخف هذيك الصدمة، تخف بشوي 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 بشوي، الإنسان يا ينساها يا تمر عليه وكأنه شي مسرع. مرحبا بها عند أختنا أم رزان، ترحب بك الجنة ونعيمها إن شاء الله، بارك تكون معنا في الجنة، يعيشك أختي متنوعة، ربي يحفظك. شكرا لك بزاف، يسقسي عليك الخير راهم لاباس عليهم. أم يقراو الزنجيان تاعك ولا مازالو؟ نروح دقيقة بك شوف الراوس طاب ولا لا. مازال وليداتك صغار ربي يفرحك بهم ان شاء الله ويعياو يا متنوعه في اعلى المراتب، ويعياو وتفخري بوليداتك ويكون ان شاء الله. واش نتمنى لهم؟ انهم يكونوا متفوقين في القران الكريم. انا ديما بناتي نقول لهم القران قبل العلم، لانه القران فيه العلم كل، القران راهو فيه العلم كل، العلوم هذه كامله اللي راهي في الدنيا راهي متولده في القران. إن شاء الله يكونوا من حفظة القرآن الكريم يا رب. آه يا أم رزان ليزانديان هذم قصتهم قصة، أحكي لنا في القصة تاعهم. أهلا، هاي، أهلا وسهلا سميرو، كيفك؟ سلام أختي. والله غير ضحكتني اخي كريم، قال لي سمعتي متنوعه، قال لي سلام اختي كيف تاع المره اللي فاتت حضر معايا. كي قلت لهم راح درت كفته غدا ولا في الغدا، وقال لي وين راحت الكفته. ثانكس مالونغا. خويا سمير راه يضحك والله، غير يا خويا سمير نعزك كاخ صغير عندي والله، ان او ربي اللي يعلم، أو ربي اللي يعلم سبحانه، وربي إن شاء الله يعطيك ما تتمنى، وربي يبارك لك في حياتك وفي صحتك وفي رزقك وفي كل في حياتك كاملة. الأخ سمير، خويا سمير سافا أنت؟ الحمد لله. واش راك أنت لاباس عليك؟ وين راك درك أخي سمير؟ لا بلجيك ولا شوية رحت سافرت؟ لا فامي سافا، سافا بيان.
وانت لا فامي لاباس عليهم سافا كل لاباس عليكم تو سافا انت ما لونغ لازم ما لونغ نهضر معاها بالانجلي وانت نهضر معاك بالفرنسي. الحمد لله الحمد لله اللهم قدمها نعمة الحمد علينا. كل إنسان يحمد ربي راح يزيد ربي يعطيه. شكرا لك بزاف أخي سمير على الحضور. أنا جو سوي أو ماروك دروكا. راك في المروك عند خواتنا المغاربة، نحبهم بزاف المغاربة، راهم جيراننا المغاربة وتوانسة وليبيا، يعني هادم اللي دايرين بينا كامل نحبوهم العرب نحبوهم. وانت من المغرب يعني خيار ناس، مالك عند خطيبتك في المغرب، سلم لنا على خطيبتك. الحمد لله على كل حال، نشكركم كامل على هذا الحضور مع لونغا متنوعة. أخي سمير شكرا لكم بزاف، شكرا لك بزاف أخي سمير. واش واش تي بريبار ان غاتو او لا؟ اليوم مش غاتو، رانا كملنا الغاتو كامل درناه في العيد، دوكا ما كاه لا غاتو لا حتى شي، حتى نزيد يجينا كشي عرس ولا كشي يجينا العيد الكبير باه نديرو الغاتو. هذا درت ماسك بوغ لي فام مام بوغوم، يعني للنساء والرجال اللي يحب يعتني بالبشرة تاعو. سمير يضحك، خطيبتي خطيبتك جزائرية ماشي مروكي أو ماشي مروكان، ما لا عايشة في المروك ولا عايشة في الجزائر. ماسك يضحك عليا سمير وقال لي ماسك، وي ماسك أنتي غريب انتي تاش اكليري لي لا بو. اسمح لي انا شويه ما مانيش ني فورت فرونسي مي ان بتي بو. احكي لي على خطيبتك من الجزائر. باينه من وحرا، ربي يكملك خويا سمير. الحمد لله جئنا بالبو، الحمد لله هاني نشوفك عندك ان بالبو، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربي يبارك. مالونغا ثانك يو ثانك يو. هاي مالونغا، وهرانية داوك لو هارنا سمير. هي وهرانية، يا ربي يكمل لك، يعني ديت من الغرب الجزائري. مالونغا thanks Malonga. Malonga my sister Korean. متنوعة لك راكي معانا. اكتبي لي تعليق لو سمحتي اذا سمحتي. او يضحك علي سمير داوك لو هارنا سمير. يعني كون جات واحد قريبة ليا كان راني نجي نحضر العرس. ربي يكمل لك أخي سمير. يا مالونغا ده كانت عارف الكورية أخي سمير، هدر معاها بالكورية. راني معاكم الحمد لله متنوعة. الأخ سمير وسي عنده زوز قنوات، قناة الأولى ما شاء الله فيها أكثر من 100,000 مشارك، قناته مليحة بتاع التجوال، يورينا البلدان الشوارع، يعني ما شاء الله كنت تبعيها. وعنده قناة هذه وسي نفس المحتوى،
يعني عنده قنوات ملاح، وهو سي عندي عام اللي تعرفت بيه، هو أخ مغربي وعايش في بلجيكا. قالت لك دا بنت الغربي دا بنت جيرانك متنوعة. الله الله راح من مروكي ودا من الغرب الجزائري، يعني جارته قريبة ليهم. مبروك عليكم أخي سمير متنوعة، قلت لك مبروك عليك. هي ثاني من الغرب الجزائري. هلو مالونغا، ربي يسعدك أخي سمير، سعادة الدارين. اللهم آمين يا رب العالمين، ربي ويعلم. نتمنى لك كل خير، وشكرا لك على المشاهدة دي، شاهدت لي باش هكا شوية الأرباح، حابة نوصل 70 أورو. شكرا لك لأنك شاهدت لي، ربي يحفظك في ميزان حسناتك، اللهم آمين يا رب العالمين. ويضحك سمير قال لك وهرانية وحط لنا العلم تاع بلجيكا وتاع خوتنا المغاربة وتاع الجزائر، ما شاء الله وهرانية. شكون هي؟ بالك نعرفها، حاسة بلي نعرفها. متنوعة، ما نعرفش قناته، ادخلي عنده متنوعة بالقناة. هو كان يدير اللايفات بالقناة هذه، من بعد خرج من اللايفات ما عادش يدير القناة هذه. ما سمير ما تحطش فيها بزاف الفيديوهات. ليا الشرف نزوروا قناته، شرف لينا. هاي السلامة وصفات، أو تبادل معك التحية متنوعة. الأخ سمير بالرغم أنه صغير في العمر ولكن عنده أخلاق عالية بزاف، متخلق متخلق ما تصوريش كيف ما، الله يبارك ما شاء الله. سلام أخي سمير، سلام أختي، يعني جاتني من كوريا من بلجيكا. لانك اخي سمير المره اللي فاتت كي رحت للمغرب قلت لي يعني انا في المغرب وراح نخطب، في بالي راك خطبت واحده من المغرب. هاي مالونغا، ثانكس مالونغا، ثانك يو سو ماتش مالونغا. مالونغا ماي سيستر، هاي، يا ربي يبارك تدخلي في الاسلام، هذا واش نتمنى لك. اخي سمير ان شاء الله نجي عندك اختي وصفات. سيده راي عند وصفات وانا مش جاي عندي. شتي يا وصفات، اخي سمير قال لي ميرسي تاتا كيف كيف تهدرت هو كليتها وحدي والله حبيت نصورها ونبعث عشان لك في الانستغرام. جات واحد الكفته تهبل، الوراق متنوعه، درت الوراق تاع العنب، نقولها الداليا، الوراق تاع العنب، وحشيتهم باللحم المفروم وطيبتها، والله جات تهبل. مالونغا ثانكس مالونغا ماي سيستر. اخ سميره ويضحك عليا، ما راكش خدامه اليوم سميره. متنوعه، بارك الله فيك اخي سمير وفيك البركه اختي متنوعه. يعني سمير ما صديق عزيز وصديق وفي. عاش كل جاتنا، زيد فرحنا هذه بالفرحه الكبيره، با دو شانس. هاك جاتنا صاحبة الحظ السعيد. السلام، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حسيتك هاك من عرف، عندي واحد الإحساس تجاه بات شانس هذه. وش راكي لاباس عليك؟ وش راهم الأولاد؟ وش راه العائلة تاع داركم؟ والعائلة تاع زوجك وش حوالهم؟ مرحبا بيك بات شانس. مالونغا ثانكس. بات شانس تضحك عليا، ان شاء الله يكون حظي سعيد. ان شاء الله تفاؤلوا خير تجدوه، ان شاء الله. كل من الانسان يحكم في ربه سبحانه ويتفائل بخير يلقى الخير. ياتلا قالت لك متنوعه، ياتلا انا لكان نديرها العاهد اللزنت يا يتلعوني. با
با تشانس واش قالت لنا، سقسيني على عيلت عايل زوجي ما سمع واش راه يماك، واش راه باباك، واش راه مخاوتك، جيرانكم، الزوج تاعك، الاولاد، عندك الاولاد با تشانس ولا لا؟ متناوعة وبات شانس كي نتلاقاو مع بعضنا احنا في ثلاثة نعملوا جو هايل. بات شانس لاباس الحمد لله. بابا ربي يرحمه وينعمه ان شاء الله ويجعله في الجنة ان شاء الله. لا لا يا ربي ينور له قبره يا رب. متناوعة تضحك. بات شانس قلت لي عندي طفل واحد. ربي يحفظه لك ورب ان شاء الله تشوفيه في اعلى المراتب ويجيك من حفظ القرآن الكريم. هذا واش نتمنى. سمير أخي سمير واش قال لي؟ صافي صافي أختي مت وصفات لك عندك عندك درت عندك على ما اظن. الاخ سمير قال لك اللي دخلت عندك. انا وشويه ما نفهمش هذه العربيه بالفرنسيه اخي سمير، خير تعرفني اني نقراها بالمقلب. قلتي لها صافي اختي وصفات درالت عندك، دخلت عندك بالك. المهم بات شانس واش قالت لنا. اللهم امين يا رب العالمين. متنوعه بارك الله فيك اخي سمير. كي نكمل اختنا ام رزان راني نجي عندك. بارك الله فيكم جميعا ودخلوا عند بعضاكم. باتشانس هذه راهي حساب. يا ريت يا ريت باتشانس تدخلي لكان عندك قناه ولا لا. وين راك في المغرب بالضبط اخي سمير؟ مالونغا ما يسيسش. I love you. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مالونغا هاي. This flower. الله أكبر. اللهم رب الدعوة التامة وصلاة القائمة محمد الوسيلة ودرجة الرفيع وبحث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. بات شانس واش قالت لك؟ ما عنديش قناة، أنا مشتركة وفية لوصفات متنوعة وليك أنت. من بعد ندخل عند سمير. شكرا ليك، صحيح أنت صديقة وفية، بارك الله فيك في ميزان حسناتك
وان شاء الله يا ربي هذه دعاء الخير كامل تولي على وليدك ان شاء الله ويبارك لك ربي فيه. متنوعة واش قالت لي يا ام رزان وين وصلتي مع هذا الماسك؟ الماسك هذا السر راح نديره غير ليا دوك. سمحوا لي برك نروح نصلي. الاخت متنوعة واش قالت لي؟ الله اكبر حق، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. متنوعة، اللهم صل على سيدنا محمد وحبيبنا، نصلي على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا فارق الحب والنوى، أعطيني وأعطي لكل إنسان ما نوى منا ما نوى. بات شانس. اللهم آمين يا رب العالمين. وصفت متنوعة اقتصادية، احنا العصر يبدأ الخامسة غير 20. ايه انتم من ورانا وبات شانس، على ما أظن ورانا بشوية برك شوية، واحد بالك 5 دقائق ويدن عندكم في عين مليلة. واش راه أمين ما تلاقيتيهش؟ بعيد عليك مقريب منكم. سمحولي برك نروح نصلي ونرجع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت قاطعة صوت ونهضر وحدي. مرحبا بك بابيشا. سالي سالي، مرحبا بك، نورتينا. هاي مالونجا، هلاو مالونجا، ثانكس مالونجا. مالونجا هذه والله كثر خيرها، من دير لايف تحضر لي من الاول حتى الاخر. بارك الله فيك مالونجا، ان شاء الله يا ربي تدخلي في الاسلام. واش بك تبكي مالونجا؟ مالونجا هاو ار يو، ما بك يا صديقتي؟ هل انت بك شيء؟ ثانكس مالونجا، يا مالونجا يا مالونجا، متنوعة من عفرة راح تتصلي وراحت باش نبدا ندير الماسك. هاني نسنى فيها كيما عملنا في العرس، نسناهم كل يتلموا به المراسيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثانكس مالونجا، ماي سيستر مالونجا، اي لاف يو. اخي سمير، انت انا رحت ثانكس مالونجا، نتعلم زوج كلمات تاع كوريا باش نحفظهم ونحطهم طول مع مالونجا. تنوعي، إذا كنتي موجودة خرجي لي بتعليق، اكتبي لي تعليق. بيك باتشانس، صاحبة الحظ السعيد. هاي ترى صاحبة الحظ السعيد. مالونجا 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 مالك، قناتها كتبتها مالونجا مالونجا. هاي مالونجا مالونجا، your cat's good. Thank you, Malonga. متنوعة وين رحتي؟ حبيبتي متنوعة باتشانس. باتشانس راني هنا، مرحبا بيك. دوك نحوسو على متناوعة باش نبدا الوصفة. وسمير وسيره غاب، سمير ومتناوعة. باتشانس، ربي يتقبل منك ومنا، اللهم آمين. ثم تانا أدن عندك كما باتشانس. صاحبة الحظ السعيد، عين مليلة مليحة.
شاء الله يوما ما نجي نزوركم، نجي نشوف عيني مليلة. هي فيها مدينة الألعاب، هي هبدا لو انتوما معانا ما كانش فارق بزاف. فيها مدينة الألعاب إن شاء الله في الصيف نجي تم، نجي تمانك ونجي نزورك، ولا نتلاقاو في مدينة الألعاب. الغاز دودونا مليحة، بصح اللي راني عندهم توحدي رب. لا إله إلا الله محمد رسول الله، مرحبا بك عندنا، قريبة لكم مدينة الألعاب. 50,000 زيد 10,000 هم في هاني. دي مرحبا، ايه قريبه سكيدا، تاني شابه مليحه سكيدا، روسيكادا جامي زرتها، ان شاء الله تجي عندنا نديوك تزوريها وتروحي للبحر ونروح ندورو في البلاد في الزركات. وين بالضبط تسكني في سكيدا؟ انا مانيشني في سكيدا فيل، مانيشني في لافيل، راني في البلديات. هي سكيدة بعيدة عليا تقريبا ماشي تاع ساعة بالسيارة. إن شاء الله إن شاء الله عليه، لا والله ما يخليكش الزوج تاعك. المهم لهنا وما يهمش البلاصة، صح؟
ما يهمش البلاصة، كيعود الإنسان متهني ولاباس بيه هذه كي الدنيا وما فيها، يكون الإنسان طايع ربي وماشي في طريق ربي وربي سبحانه راضي علينا الدنيا وما فيها. هذا واش نتمناه. راني نستنى في متنوعات باش ندير الوصفة. قولها زربي العرضة مراحة، سمير راح، مالونجا راحت. ما فهمتكش، قلتي ما يخلينيش الزوج نتاعك تاعي، قلت لك بالك زوجك ما يخليكش تجي عندي، خليكش تجي هنا لسكيكدا، يعني هي قريبة من عين مليلة لينا، احنا قريبة ماشي بعيدة بزاف. كان هو يدير رايو بس حضرك انا تقلبت الموازين نطبق رايي مليحة هكا باش الواحد ما يقلقش وما يتنرفاش. كنتي صغيرة وكنتي داخلة على عائلة جديدة وبلاد جديدة، يعني ماشي المنطقة اللي راكي ساكنة فيها انتي، كنتي غير تقولها مهيه او بعد دار الحال. صاحبة الحظ السعيد. يعني كون نجي لمدينة الألعاب ونبعث لك تجي نشوفك. سمحي لي، كارثة في العقلية. المهم ولفتي عليهم ديتي ما عندهم. ما تنسايش هم عم شوية، وعلاش ما نجيش ان شاء الله كي نروح اني نبعث لك. إن شاء الله إن شاء الله على حب ربي. ربي يهنيك ويسعدك باتشانس. الحمد لله هاي جاتنا متنوعة. دوك نديرو الماسك، ما زدتي ما كملتيش الماسك، كاني نستنى فيك والله. هاي باد شانس صاحبة الحظ السعيد. مقبلة نقول نستنى في المتنوعة والعرضة كل راحوا، راح سمير ما لونجا راحت. هاو بعد ما طيبت الرز دوك نروح نرحيه بالبراميكسير، وهذا هاو الجي تاع ربيت الجزر وديت العصير تاعو من بعد صفيته، وحطيت هنايا ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض وحطيته مع نص كاس ما طيبته، ودرك نروحو نرحيه. سمحولي برك. دركا كي جيتي يا أختي متنوعة ندير
حتى مالونجا هي معانا. هاي مالونجا، سمعت اسمها جت تجري. معكي متنوعة وباتونس حق سعيد. سمعت اسمها جت تجري. راني نلحي فيه. وش قلتي وصفات منى توا كانت تتسنى فيك باش تدير الماسك. هذه صاحبة الحظ سعيد مش قالت لها با دو شونش وشي با دو با دو شونش انت وحدك. وكنت تكون با دو شونش هذه عندها معنى خلاف عندهم. قلت لك متنوع، كاش قهوه كاش قاطو ولا كملتوه؟ مازال شويه تاع قاطو. والله خبيت لصاحبتي زوز صديقاتي وجارتي اني خزناته عليهم. كملوا لي القاطو، بقات غير شويه تاع الطايف وصاب لي هذاك اللي تاع الكراميل اللي درته. مازال كاين الخير، خطرات تغلطوا في الكتيبه. صاحبة الحظ هاي تضحك. هانغ كانغ هاو هانغ. راح ناخذ شوية من العصير ونخلطه مع الرز هذاك اللي قاعدة نرحي فيه.
راني جيت، سمحولي راني نايضة نصلي ونرجع. روحي ربي يسهل وربي يتقبل. هل تضحك؟ هاي تضحكتك صاحبة الحظ سعيد. راح نصفي لي الحيط راوس مع سماحة أختي متنوعة. نصفي هذا العصير تاع الروز، الروز مليح للتفتيح، والجزر مليح للتجاعيد وللنظارة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحي بنت الحظ السعيد، ولدك داش عمره؟ بين صغير. حصلت على هذا الماسك، راح نحطه شويه تغلب باش نتحصل على قوام يكون شويه كريمي. عمره عام وربع شهر، ربي يعيشه لك وربي يحفظه وربي يبارك لك فيه وربي يعينك على تربيته. مالونغا هاي، ثانكس مالونغا، اي لاف يو مالونغا مالونغا، ان شاء الله يا ربي تدخلي في الاسلام. نستنى متناوعة ونحطوه يتغالى شوي. ثانكس مالونغا. بات شونس القلوب بالانجلي وش اسمهم، والله نسيتهم. يا صاحبة الحظ السعيد، شوفوا اللون تاعو ماهوش كيما متعودة يجيني برتقالي بزاف، لانه اللون تاع الجزرة شوية فاتح ماهوش احمر قوي. شوفوا كيفاه جا اللون تاعو فاتح. ها بنصف جزرة راح تحصلي على ماسك مغذي ومفتح للبشرة. كما قلت لكم اللي عندها فوق 50 سنة تستعملوا يوميا، واللي عمرها أقل ديروا مرة في الأسبوع باش تحافظ على جمال بشرتها. ما لونغ هذيس ماسك، بات شونس وين رحتي؟ قلت لك القلوب واش هي بالانجليزيه ولا بالكوريه؟ اللي كانت تعرف الكوريه راح يكون احسن. كي تجي الاخت متنوعه نوري لها القوام تاع الماسك اللي تحصلت عليه، ومن بعد راح نحطوا شويه برك ينشف من الماء.
ثانكس مالونجا 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 يا مالونجا يا العزيزة، يعني من اللي بديت البث وانتي معايا ما فارقتينيش، هذا الدليل على الوفاء. ثانكس مالونجا. واش بات شانس صاحبة الحظ السعيد، رحتي جوجل شوفينا شوفينا في جوجل كيفاه القلوب بالكورية وش يقولوا لهم. هيرت هايرت اكتبيها لي تراب العربية. يقولوا قلب، شكون هذا الامريكان ولا تاع كوريا؟ هارت 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 نقولو هارت. Thank you Malonga for heart. Malonga دوكا معندها من 10 تاع الصباح ولا تاع الليل، تاع الصباح على ما أظن. بالكورية يقولوا سامتام. مالونجا مالونجا سامتام، وإذا أقولها سامتام برك كيف أهديك قلوب سامتام. مالونجا سامتام جميلة جدا، قلوبك جميلة جدا، القلوب التي تبعثينها لي إنها جميلة ورائعة. سامتام صاحبة الحظ السعيد، أول مرة دخلت عندي يوم هذه الكورية، كانت معايا واحدة من قسنطينة، وعلى ما أظن كان معايا الأخ سمير نتخلق بينا، بالك نضحكوا بالدموع. تقول يا خلايا عليك خالتي هارت. يس هارت جود جود مالونجا. ثانك يو ثانك يو فور هارت هارت. يس ضحكي عليا يا ضحي صاحبة الحظ السعيد. والكورية سامتام سامتام. مالونجا مالونجا، وما عرفتش ندير القلوب هذوك اللي يديروها البنات. مالونجا
متنوعة طولت باقي لا قراتها بسورة البقرة. Malonga, thanks sometime. Hi, هضرت معايا قالت لي see you next time. What time is it in Korea? واش بيها هذي تبكي ثانا؟ واش خاصك مالونغا حتى تبكي؟ دعينا لك بالخير وقلناك ان شاء الله تدخلي في الاسلام. ودوكا هذي تعيط وانا وش مالونغا سام تام الوحدة دوك تاع الليل ولا تاع النهار الان هذي واش بك مالو تاع الليل راح ترقدوا هاي الوحدة الليل وقت اي صح الوقت هذا هما عندهم الليل راح ترقد مالونغا وير ار يو يا صاحبة الحظ السعيد عاونيني في مالونغا هذه ترجمي لها كاش ما كلمات مليح تيك توك نزار تحكي عليا يا صاحبة الحظ السعيد هاي بها تروح ترقد هاي مسكينة قاعدة معايا ربي يهديها للإسلام قلت احنا وراقدين كاش ما عندك موضوع نحكيو فيه صاحبك الحظ السعيد ولا نعيطك سعيدة الكوريين يعجبوني يقيموا المرأة الجزائرية وعلى ما قلتي ليش ما نقبل كنت عرفت بك قبل وعندي المعلومة هذه كان مزوجش وقعدت حتى ندخل اليوتيوب ونتعرف على كوريا ونروح لكوريا بنت الأجانب كل حقوق بالمرأة ولا بالذات المرأة الجزائرية المرأة الجزائرية تبني عندها الحظ مع الأجانب نعرف تعرف تتحدث المعاملة تاعها ما فهمتش علاه يحبوا الجزائريين اسمحي لي طولت عليك سماح المهم ربي يتقبل ان شاء الله منا ومنك صالح الاعمال انا قلت لهم بالك صلاه العصر بسوره البقره المهم مرحبا بك اختي متنوعه ها من بعد ما غليت استغفر الله يا ربي لا مش غليت ها من بعد ما غليت الروز وطاب لي خلاص رحت رحيته مع هذاك العصير تاع الجزر من بعد ما صفيته تحصلت على هذا الكريمه قلت نستنى تجي متنوعه ونحطو شويه نغليه ينشف لي غير شويه برك حبيت شويه القوام يكون ثقيل شتيها الاخت متنوعه شتيها هنا يعني ما جانيش اللون البرتقالي غامق لانه البرتقالك استغفر الله يا رب لان الجزره كان اللون تاعها فاتح ماهوش احمر
على هذيك جاني شوية اللون فات، مي معليش. المهم الفايدة تاع الجزر هكا باش ما يغيرليش اللون تاع البشرة تاعي ولي مبرونزية. سمحي لي طولت عليكم، سماح اختي متنوعة والله سماح. وجيتي تمشي دير لنا لايف، يعني نتمنى انك دير لنا لايف. متنوعه راكي تشوفي في الماسك، ما بنتي تسناي فيه. دير لنا ماسكات في قناتك متنوعه، كشي ماسكات هاك تكوني جربتيهم وكانت النتيجه تاعهم مليحه بزاف قولي لنا عليه. حطو يتغلى غير شويه. يا اختي دركا ما نقدرش وما نعرفش في الايام المقبله ان شاء الله. نوعي لنا شوي، ساعه لي ماسك، ساعه تدبيره، ساعه نصيحه، ساعه اكل، ساعه جاتو، ساعه شعر، كيف نعتني بالشعر كل مره وكيف. صاحبه الحظ السعيد قالت لي نورمالمون انا راني مختصه في الحلاقه، نفتح قناة ندير لكم الماسكات. والله غير فكرة مليحة، هيا نديو من عندك معلومات. كيف مختصة ولا عندك شهادة تاع الحلاقة؟ ما فهمتش كلمة مختصة. راني مختصة في الحلاقة. مختصة ما عندك محل الحلاقة، يعني صاحبه الحظ السعيد عندك لغز عبالك. متناوي عاوش قالت مانيش حابه نخلط في القناه. خلطي برك، كي تخلطيها تتفرع وتتفرز. عندي شهاده ونعرف قبل ما تعلمت. ما شاء الله مليحه. وفاتحه صالون ولا لا؟ فتحي صالون شويه تسولاجي فيها، تلاقي عباد، تلاقي عبادة. وعندي واحد الشباك في راسي والله ما فهمتوش واش هي، واش من لغز عندي. لا 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 ماشي عندك انتي، لا لا مانيش فاتحة. كون فتحتي خير، منها تسترزقي ومنها تبدلي شوية الروتين تاع الدار، تكوني خدامة برا ولا في دارك، تعود دارك فيها اللي تساح، ديري شوية ما ديري محل وتسترزقي مليحة الحفافة. انا عندي ديبلوم تاع الكاطو الحلويات، وعندي تاع الخياطه. نحوس ندير تاع الطبخ. ايه والله فكره عليه. مليحة والله غير فكرة مليحة صاحبة الحظ السعيد، والله مليحة. حبرخها هنا متنوعة. كل ما الإنسان خرج برا ينقص عليه شوية الضغط تاع الدار. واحد صح يتعب برا وداخل. هنا بعد ما غليتو راح نفرغو، غليتو غير شوية ماسك شوية برك، فهمتي عليا متنوعة.
شوف القوام كيفاه اختار شويه مشكل كبير، ما يزيد يبرد يزيد يولي مليح. هاي تحبي تكثري ديري مقادير تاع اسبوع كامل يقعد في الثلاجه، وكل اسبوع عاودي نوريلكم الماسك عن قرب. شوفي متنوعة وصاحبة الحظ السعيد، شوفي سعيدة. هو علاه قعدت فين؟ والله ضحكتيني يا سعيدة، قلت لكم ما ديريش في حاجة تحديد على عوينوكس، قلت لك غير الماسك هذا ما ندير. يا اختي انا نخيط وندير الحلويات والطبخ والطرس، واش هاز العروسة ما شاء الله تاخذ من العرايس جهاز العروسة مثلا، واش هي تاخذ من المخاد، ديري الكوسونات، الطرز تاع اليد ولا الطرز تاع الماشينه. سعيده قالت لي قعدتي فيه نص نهار، صح؟ هاو نخدم بالعقل ونحكي معاك، مش كيما كنت تعودي راح ديري تركز غير معاه في خمس دقائق ماشي مدايرات. قلت لك حتى وليدي راه يضحك، ربي يدوم الضحك عليك. طرز باليد والله مليح، انا ثاني كنت نطرز بكري، كنت ندير الحساب نطرز هذاك واش اسمه اللي يجي كلبش كبير، والله نسيته. يعني كل الشغل تاع اليد كنت نديره، الكروشي ندير كلش. ما شاء الله عليك اختي متنوعه، الانسان كي يشغل روحو بخدمه زي من هاك ومنها يشغل روحو ومنها يسترزق منها، حاجه مليحه. كنت سعيده ما نديروش اختي قعدتي فيه نص نهار، ربي يحفظ لك يا باتشانس. يا باتشانس قالت لك ربي يحفظ لك وليدك. واش راكي ديري نور هدى؟ مرحبا بك نور الهدى، راني ندير في ماسك ضد التجاعيد وتفتيح المناطق الحساسة وتوحيد اللون. هذا واش رانا نديرو هاك تشوفي معايا نور الهدى، ها درنا ماسك نستعملوه الناس اللي فوق الخمسين يستعملوه يوميا باش النتيجة تكون فعالة، والصغار اللي عندهم 30 سنة وفي العشرينات يديروه مرة في الأسبوع. اللهم امين. وصفات متنوعه، ضحكتيني صاحبه الحظ السعيد. هل كذا ضحكنا وليدك اليوم؟ حاجه مليحه. لا حول ولا قوة إلا بالله، متنوعة. حفظتي الوصفة ولا جاتك طويلة بزاف كيما سعيدة؟ مالونجا وين رحتي؟ مالونجا وير ار يو؟ راكي ما قريتيش تعليقي، وينو متنوعه؟ سمحي لي طرز باليد، هاني قريتها طرز باليد. حتى وليدي راه يضحك يا بادو، بادو شونس ضحكتيني. ها هذه ما قريتهاش،
بادو شونس ضحكتيني، ها 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 سعيدة، ها ها حتى وليدي راه يضحك. طرز باليد، ربي يحفظه لك يا باد شونس. وش راكي ديري؟ اللهم امين. وصفات متابعة، لكن ما قريتيش تعليق. قولي لي باركي ما نقراش، وساعات يعدي ويفوت وما نشوفوش. ديري لنا انتي تاني، انا مستنى في اللايفات تاعك اختي متنوعه، وراح يكونوا صدقيني راح يكونوا ناجحين. قلت لك كاش نهار ديرينا مباشر في الليل على عادات وتقاليد ناس الشرق في العراس ان شاء الله. هي راح يكون موضوع مليح بزاف وشيق، وراح نشاركوا العادات والتقاليد تاعكم وتاعنا ان شاء الله. فكريني وندير لايف هذاك اللي نطلعوا فيه ونحكيوا مع بعضنا. ان شاء الله احنا العادات تاعنا فيها بزاف بزاف شروط، وفيها حوايج بزاف في الغرب ما كانش كما ما عندنا احنا هنا، ايضا في الوسط في الشرق وسي ما كانش مش كما عندنا هنايا مقسنطينه. حتى لهنا العنابه كاين بزاف حوايج. كيفاش راهي اختك؟ والله غير مريضه، ونقول الحمد لله الحمد لله ربي شافيها ويشفي جميع المرضى المسلمين يا ربي. سقسي عليك الخير اختي متنوعه. كيف كيف تقريبا كيف كيف من عرب بنتي في الغرب شويه ما كانش مصاريف بزاف كما احنا عندنا هنا في الشرق. الله يشفيها ويعافيها يا رب العالمين، اللهم امين، ويشفي جميع المرضى يا رب. يعيشك اختي المتنوعه، ربي يحفظك وربي يعيش لك هذوك لي زانديا تاعك، سميتيهم لي زانديا. ثم اختي قسنطينه هي الغاليه في الشرق، احنا تانا هنا كيف كيف قلت لكم قسنطينه. حتى العنابه كيف كيف تقريب الشرق، تبسه سوق هراس رقاله طارف قالمه، هذا كامل عندهم شروط بزاف. قد عندكم العروسه الشرط تاعها واش هي؟ وحنا في الغرب عندنا وهران وتلمسان، بنت لي ما يشرطوش بزاف في الغرب. احنا وكاينين عندنا حتى اللي يدو محزمة محزمة تاع ذهب 70 مليون 100 مليون، ما يشرطوش الدراهم بزاف، بصح يشرطو كيما احنا تقول لك 40 مليون 40 مليون فيها كل شيء. وكاين اللي يجيبو لهم كيعودو شوية ما لاباس بيهم يديو طول محزمة في العقود حاجة ذهب ماشي كل اللي عنده. شوفي الماسك متنوعة كيفاه كي
برد جمد ساحلي. مزيان ما ساحش بروح. باسم الزوالي عندكم ما يتزوج؟ لا لا يتزوج، يتزوج كل واحد ويشوفوا لا واش عنده، اللي ما عندوش هما عقد واش عنده. لا بغات يجيب لها عقب سايس برك خفاف ولا بقى تخفيف تاع 20 مليون تاع 24. اختي انا كون جيت الدرك راني شريت عليه محزمه، محزمه تقعد لي يافي. هذا الماسك درته عنده عوام ودرت الحليب، ما نحطش الحليب لاني راح اخبيه لمده اسبوع في الثلاجه، وتعرفي الحليب ليه ليه يتاكسد وفزت هذيك تضحك عليها متنوعه. كما كل حيش وقت الخطوبة ينفوا دخلتي للدار صاي تتحرمي من كلش، اذهب تنسايه، لبسة تنسايها، كل شيء تنسايه، تولي غير ما تعمري في الدار وغير للولاد وفرات. ضحكتيني على المحزمة، والله هي متنوعة. والله كما انا جاب لي مقياس، جاب لي مقياس الوقت هذاك شريناه ب على ما اظن 12 مليون عنده 17 18 سنه ملي شريته. ها ودركا كي تحطيه يتباع يجيب 110 120. بصح انا بعته كون درزي هكا، انا درت صيغه كبيره محزمه ومناقش بالدوبل ومقياس ومسايس وبقاط. والله يا اختي ذهب ولويز كي يكونوا راجلي يخاف ربي فيك. ما فهمتكش متنوعه، والله يا اختي ذهب ولويز. اي صح، حنا نحكيو على خلينا كيعود الراجل هكا مليح وما كل حاجه في بلاصتها متنوعه. انا عطيني ذهب وراجل يكون عاقل خاف ربي، الدنيا وما فيها. وذهب حنا عليه نديروه، نديروه على حسره كيما يقولك خبي الحدايد للشدايد. كيما انا تقريبا ذهبي كامل بعته، والله غير بعته. قصدي ما يجيبش الذهب، والمهم الراجل تلقاه في كتافي ان شاء الله. هي متنوعه، نديهم في الاول يقولنا احنا في كتافكم، هاو من بعد يدورو. هاو المشكل وين، محكمنا ذهب محكمنا راجل، هم يتبدلوا علينا. اختي متنوعه، انا نحب انا ملي كنت صغيره ما نحبوش، كانت ماما تشري لي الله يرحمها وتجيبهم لي هكا كي يكون عندنا عرس، تروح تشري لي حاجه ذهب. ما عندي حاجه نلبس، وبس ما عنديش حاجه في اني نحبه بزاف. والله كي كبرت شويه عدت نحب ذهب، ودركا احنا ميسينو. حتى ذهب تاع درك ماهوش يحر كي تاع بكري، تلقاه قشره وتلقاه نصه مع يخلطوا فيه المعادن بزاف، يحطوا فيه النيكل بزاف. انا عندي لحمي حساس، كون نلبس الذهب وهو ماهوش حر يكون لحمي، نعرفوا باللي ماهوش ذهب حر. الله يرحمها ويغفر لها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه. اللهم امين وجميع امواتنا المسلمين.
اللهم امين، ربي يحفظك اختي متنوعه، وربي يخلي لك كل عزيز عليك يا رب. صاحبه الحظ السعيد كون جات هنا دوك تقول لنا على على الدب والراجل. ذهبكم ما تكلحيش في الفتره تاع الخطوبه، مبقيتيش خلاص تلقايه، راني غير انا وانتي كامل راح خلاونا. ها راحوا يطيبوا، اللي راح يطيب العشاء واللي راح يتمد شويه يرقد يقيل. متنوعه كاش ما عندك شغل ولا راح ديري العشاء روحي، ما تربطيش روحك بيا، انا وشويه برك واحد دقيقه ونقفل. ما لونجا راحت وقيلا رقدت. وانتي ما تديريش العشاء؟ انا درت غدا وعشاء، درت شخشوخة. انا ندير غدا وعشاء ولا عشاء وغدا، نطيب مرة واحدة مش كل مرة نطيب. قصتك حلوة سلم قطر، الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله عليك، متناوية على طول قصرك تعودي فيها انت وسعيدة صاحبة الحظ السعيد. وحتى نروحو كيف كيف، وين نروحو؟ هي صح صح متنوعة، روحو كيف كيف، روحي ديري عشاك وربي يحفظك وربي يخلي لك وليداتك. وشكرا لكم بزاف بزاف الاخ سمير مالونغا صاحبه الحظ السعيد، وانتي متنوعه، شكرا لكم بزاف على الحضور، وربي يعطيكم ما تمناو. كي تقفلي المباشر، كي تقفلي المباشر، هي هاني راح نقفل انا نفسي، راح نقفل. وكما قلتي لي كاش نهار نديروا على العادات والتقاليد تاع حتى نشوف ذاك البث المباشر مزدوج اللي يطلعوا فيه للمنصة هذاك، باه تطلعي معايا ونحكي. لا شكرا على واجب أختي الفاضلة، والله غير شكرا لك بزاف بزاف بزاف. مالونغا سي ثانك يو فيري ماتش، بارك الله فيكم جميعا وفي ميزان حسناتكم، وإن شاء الله يا ربي يا ربي اللي طالب حاجة ومتمني حاجة ربي إن شاء الله يعطيها له. اللي ما عندوش سكنة ربي ينوب عليه بسكنة، واللي ما يخدمش ربي يرزقه بخدمة، واللي راه مسافر ربي ان شاء الله يرجع سالما غانما، واللي ما زوجتش واللي ما زوجش ربي ان شاء الله ينوب عليهم بقسم مليح وربي يفرحهم، واللي ما جابتش الاولاد ربي ان شاء الله يرزقها بذريه صالحه. ان شاء الله يا ربي كل واحد متمني حاجه ربي يفرحه بها، واللي عنده كرب ولا عنده قلق ولا عنده مشكل ربي ان شاء الله يفرج همه، واللي مريض ربي يشافيه، واللي مات ربي يرحمه ويرحم جميع امواتنا المسلمين. شكرا لك على الورود والقلوب والدعاء، تحياتي لك من الشرق الجزائري، تحية لكم كاملة. صاحبة الحظ السعيد راهي معايا من الشرق، ربي يسعدها وربي يخلي لها وليداتها ولدها ان شاء الله، وليداتك انت الاخت متنوعه، طولت عليك متنوعه. الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مع السلامه ومع الف الف سلامه، وشكرا لكم، بارك الله فيكم، الى الملتقى ان شاء الله.